بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الكرسي الساخن والطالب عبد العزيز الرويلي والإجابة على أسئلة الدرس، عذراً يا جدي. السؤال الأول، من يقرأ لنا السؤال الأول؟ تفضل يا عزام، اقرأ السؤال الأول. إلى أين اصطحب المعلم التلاميذ؟ إلى أين اصطحب المعلم التلاميذ؟ إلى مكتبة المدرسة. أحسن. السؤال الثاني، تفضل يا محمد. كيف جلس فواز في المكتبة؟ كيف جلس فواز في المكتبة؟ أحسنت يا محمد. فواز في المكتبة حزينا. جلس فواز في المكتبة حزينا. السؤال الثالث، تفضل يا إبراهيم. ما الخطأ الذي ارتكبه فواز في حق جدي؟ ما الخطأ الذي ارتكبه فواز في حق جده؟ يا سلام عليك، بطل ما شاء الله. السؤال الرابع، السؤال الرابع، ها تفضل يا عامر. بما نصح المعلم فوازا؟ احسنت يا عامر. المعلم لي فواز قال جده حنون عطوف. ممتاز. ونصحه ان يطلب من جده يا سلام عليك، رائع. تفضل يا حمزة، السؤال الخامس. لماذا لم يفعل فواز ما طلبه جده منه؟ بارك الله فيك، لماذا لم يفعل فواز ما طلبه جده منه؟ لمتابعته برنامجه المفضل. أحسن، كان منشغلا بمتابعة برنامجه المفضل. السؤال السادس، عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. ماذا تعلمت من النص؟ ماذا تعلمت من النص؟ تعلمت من النص أي شيء جدي يطلبه أنفذه. أحسن، أي شيء يطلبه جدك تنفذه. طيب السؤال، ماذا تريد يا عبد الله؟ ها؟ هتجاوب؟ اللي بيجاوب اللي قاعد على الكرسي. السؤال، اقرا السؤال السادس يا احمد. ما صفات لا السادس. السادس؟ ما رايك في تصرف فواز؟ ما رايك في تصرف فواز؟ لم يعجبه. احسن. السؤال الاخير، ها من يقرا السؤال الاخير؟ تفضل يا خزيم. كل السؤال الأخير. ما الشيء المشترك بين الجد والأب؟ ما الصفات المشتركة بين الأب والجد؟ عطوف حنون. كلاهما عطوف حنون. أحسنت، استحققت أن تجلس على الكرسي الساخن. انتظر عبد العزيز، كنت رائعا وهذه جائزة لك.